أعربت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي بالإمارات ريم الهاشمي عن ترحيب بلادها بقمة القاهرة للسلام، مثمنة جهود مصر في إيصال المساعدات إلى قطاع غزة. أكدت وزيرة الدولة الإماراتية على رغبة الإمارات في زيادة المساعدات المتدفقة إلى المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة. ومع تقديرنا للجهود الدؤوبة التي تبذلها جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة لدعم إيصال المساعدات عبر معبر رفح، والتي تكللت بإدخال عدة شحنات من المساعدات الدولية إلى غزة خلال الأيام الأربعة الماضية، إلا أننا نشدد على ضرورة مواصلة العمل على إيصال المزيد من المساعدات إلى القطاع، خاصة وأن إجمالي عدد الشاحنات التي عبرت إلى القطاع في الأيام الماضية ضئيل جداً ولا يلبي الحجم الهائل للاحتياجات على الأرض، حيث يشكل نسبته 4% فقط من مجمل السلع التي كانت تدخل قبل اندلاع هذه الأزمة.